بعدها توسعت المحادثات لتشمل أعضاء وفدي البلدين، وتعكس زيارة رغبة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بينهما، وتتيح لقائدي البلدين استعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون في مختلف المجالات. كما تشكل الزيارة التي تتزامن مع مباشرة البلدين لولايتيهما كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن تشكل فرصة لتعميق التشاور والتبادل بين رئيسي البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك آخر التطورات في القارة الأفريقية ومنطقة الساحل.